سي سعد طبعا مشكور ونحط على رؤوسنا يا ستر اربع عشايم، سي سعد من الجلاله من الاجلاء وقليق اليم. الله الله يوفق. هذول جلاله. شانه. وشانه. المقاصيص اخوتنا. شانه. هذا هو ايش قلت له؟ قلت له والله والله الكريم الدقه ولارق عليهم. نعم. والسومه ولارق عليهم. وناس حقهم. بس يا سيد انا هذول ناس احبهم. انا الخوال اللي بديرات بيت عبويد بن سعيد انا من اختكم ترى تحب من؟ صرت عندنا علاقه شيخنا وعزيزنا سعيد سعد يحب قاعد يم المكتب طلع وياي على صفحه وكان تليفون قال شويب قال والله لو انك هاي الفلوس تطير المسلم والله أيوة. والدك تاخذ العقل ايوه بس كنت تقنعنا ابني ما قدر له نهائيا يعني انا قلت له ذب نفسه وطلع وياي على صفحه سيد سعد انا خبرك سيد سعد مرخص لك في شيخ نتاج راسي الامام الصادق سلام الله عليه على راسي الامام الصادق سلام الله عليه قالوا له ايهما افضل الساكت ام الناطق؟ قال الناطق اذا تكلم بما يرضي الله فهو افضل من الساكت واذا لم يتكلم بما يرضي الله فالساكت افضل من الناطق ان شاء الله كلامكم كله بما يرضي الله سبحانه وتعالى يقول كان هناك ملك هذا الملك جليل وعفيف فاجا واحد فقير مثل حالي قال له اريد اتزوج بنتك انا احبها قال له تتزوجها بس بشرط قال له شنو الشرط ابوي؟ قال له الشرط تجيب لي راس حاتم الطائي. تروح تشوف لي حاتم الطائي وتجيب لي راسه. فهذا اجى يدور 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 لقى بالصحراء رايه مرفوعه، شلون قبل نقول احنا هاي ناره مفتوحه مال حاتم الطائي حتى اللي يشوفه يجي علي. فاجى هذا قعد اجى حاتم الطائي طار يوك. من شيم العرب وشيمكم انتم خالد تاج راسي سادتنا مشايخنا الافاضل. يقول ثلاث ايام يقعد براحته ياكل ويتغدى ويتعشى ويتريق. ما سئ لهذا الضيف وهذا بقى ثلاثة ايام مره اليوم الثالث جاء حاتم الطائي قال له ابوي انت عندك شغله قولها قال له ابوي انا رحت لهذا الخير هذا الملك هذا الجليل قال له ابوي ما اعطيك بنتي الا تجيب لي راس حاتم الطائي قال امشي قال له من وصل للقصر من وصل للقصر مال هذا الملك الخير الجليل انت تقول لي هذا خطيه اخذ حاتم الطائي وراح قال هذا وصلنا للقصر سيدنا تاج راسي انا جايبين لكم الساده جايبين لكم حاتم الطائي وجايبين لكم سيد سعد حاتم الطائي جايبينه من الموصل البارحه خابرتي قال باكر عند خوار تاج راسي الجيزان الا اجعل راسي اجى بطياره على موتكم سيد سعد هذا حاتم الطائي وذول كل هاي الوجوه الكثيره هذا الباب وجاي كل احنا عوفنا سيد سعد ترى هم سكر القضيه هذا ترى سعد المبسوط ترى هو بعد هو الشيخ هو يعرف سيد سعد سيد سعد يعرف الشيخ هو خلوه براحته انت اهم شيء عندنا سيد سعد سيد سعد على راسه دايم راسه والله والله اي والله انا اقول كلمه جاي تتكرر بس اريد افهمها شنو سترها اكو شيء صاير يعني لا 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 ما سيد سعد شانه قال ثوبه اي ثوبه ثوبه وشانه وكرمه وجوده لا تاثير عن تاثير يحنا بس هو مشهور تاثير هو مشهور هو مشكور من الله اولا ايوه ومشكور من رسول الله واهل بيته ومشكور من قبلكم ومن قبلنا لانه علي سيدنا خابرته بالثنتين بالموصل بالموصل علمه خابرته بالثنتين هو بالموصل قال انا جوا هسه شفت صبته ايش وقت والله خابرته انا وياه بالمقابل قال سيد سعد قال يا وجاي هو ياثر سيد سعد ياثر هسه ظل ال 25 إيه هو 25 وبعد هو يعرف هو قدام سيد سعد خلوا سيد حلو سيد سعد سيد سعد والله هو يقول هو انا هذا الرجل خلنا جاوب بارك الله فيك بعد في شيء سيد لا والله جزاك الله انا سيد طاهر